نصائح تهمكم. نصائح تهمكم. في نصائح تهمكم مستمعينا اخترنا لكم اليوم نصائح تفيدك في اتخاذ القرار الصحيح. تقف الحيرة دائما في طريقنا لحظة اتخاذ القرار، لتطرح دائما تساؤلات تثير في داخلنا بعض القلق. هل هذا القرار قرار صحيح؟ هل سأندم عليه لاحقا؟ مما يعيدك إلى نقطة البداية من جديد أو يجعلك تندم على قرارك حتى قبل أن ترى نتائجه. بعض النصائح مستمعين نقدمها لكم لاتخاذ القرار الصحيح. لا تتخذ قرارات مصيرية وأنت تحت تأثير التوتر والقلق والغضب أو أحد الأشخاص الذين لا تثق فيهم. حاول تأجيل ذلك حتى تصل إلى الحالة المثالية التي تسمح لك بالتفكير والتركيز وتكون دائما حرا من أي تأثير خارجي. نصائح تهمكم. لا تتخذ قراراتك من وجهة نظر منطقية وحسب، ولا تضع عواطفك على الرف وقت اتخاذ القرارات. فالقرار المبني على المنطق دون العاطفة هو قرار لا بد أن تندم عليه، لأنك تعيش الحياة وتستقبل نتائج قراراتك بعاطفتك وعقلك لا بعقلك فقط. استمع دائما للصوت القادم من داخلك، فإحساسك غالبا ما يكون صحيحا، ولكن استمع إليه في الوقت المناسب، أي عندما تكون صافي الذهن ولست تحت أي تأثير خارجي. في حياتك خطوط رئيسية ومبادئ أساسية لم تأتي من الفراغ بل من مجمل تجربتك الإنسانية، فانتبه ألا تفسدها حين تتخذ أي قرار. اطرح المسألة على نفسك بأكثر من صورة وعلى أكثر من وجه، فهذا سيساعدك على أن تراها بشكل واضح يسهل عليك اتخاذ القرار. لا تهمل تجاربك الإنسانية السابقة ولا تتجاوز معرفتك للأشخاص الناتجة من علاقتك الطويلة معهم، فكل تلك ركائز قد تبني عليها قرارا سليما. ضع دائما كل خياراتك في نفس الميزان وحاول أن تحكم عليها وتقومها بناء على نفس المقاييس لتصل إلى أوجه قد تتفوق على بعضها الآخر. ضع دائما حسابا للوقت، فما يمكن أن يكون اليوم مناسبا قد لا يكون بعد ذلك مناسب. ضع في حسابك أسوأ النتائج وأفضلها وقيم إذا كنت تستطيع تحمل الأسوأ أو إذا كان طموحك يقف عند الأفضل. ناقش مع أحد المقربين الذين تثق بهم ما توصلت إليه من قرار، فلعله ينبهك إلى شيء لم تنتبه إليه، ولعله يذكرك بأمر قد نسيته سابقا. عند اتخاذ أي قرار اترك بابا للعودة ولا تغلقه خلفك، فلربما ستكتشف أشياء تجعلك بحاجة إلى ذلك، ولتكن قراراتك مرنة وقابلة للتأقلم مع الأشياء التي قد تفاجئك. قدم قرارك للآخرين بشكل حاسم، فثقتك بما تقرر هو ما سيفرض على الآخرين احترام قراراتك. لا تبرر سبب اتخاذ القرار للآخرين إلا إذا كان لابد من ذلك، فطرحك للمبررات يفتح بابا للنقد والطعن الذي يعيدك إلى مرحلة الحيرة والترقب والقلق. وأخيرا لاتخاذ قرار صحيح، كن جاهزا دائما من الناحية النفسية لأن تكون مخطئا، فالخطأ هو طريقك لاتخاذ القرارات الصحيحة فيما بعد. وصباحكم قرارات صائبة إن شاء الله.